القبض على زوج فاشينيستا كويتية مشهورة بتهمة الاحتيال. طبعا هذه المشهورة كل الناس تعرفها ويعرفون انه هي متزوجة شخص جدا ثري. ايش صار بعد كذا؟ طبعا بحسب ما ورد في صحيفة المجلس الكويتية انه الزوج الفاشينيستا تم القبض عليه يعني بسبب اصدار شيكات بدون رصيد، شيكات عالية المبالغ بدون رصيد. الى الان ما في اي حكم واضح، ولكن الناس اللي في تواصل المواقع الاجتماعي قاعدين يحللون انه الفاشينيستا ما زالت تطلع وما هي مبينة اي حاجة. اي غريب انه هي تصور سنابات طبيعية جدا، في ناس يقولون انه شالت الخاتم وكأنه مش فارق معها. صحيح، فإلى الآن هذا اللي طالع، وفي الأيام القادمة راح يبان لو كان فيه، راح أكيد تطلع القضية والجنحة. في كلام طلع أنه هي اللي اشتكت عليه أصلاً؟ صحيح، هذا من الأشياء اللي طالع أنه هي اللي اشتكت عليه، لأنه المبالغ اللي كتبها عالية جداً، فتبان يعني حالياً تعرف أي خبر زي كذا، وسوشيال ميديا كل واحد يلقي ما تعرف وين الصح من الخبر.